اجمل صابونيه ممكن تعمليها في حياتك هي الصابونيه دي، لانها لكل انواع البشره. صابونيه هتنفع للبشره الجافه، للبشره الدهنيه، للبشره المختلطه. صابونيه هتغنيكي عن اي غسول بتستعمليه، هتغنيكي عن اي صابونه بتستعمليها للبشره. صابونيه بتشد البشره جدا، بتفتح البشره بـ5 درجات، كمان بتوحد لون البشره، كمان لو عندك اي تصبغات جلديه او اي بقع بتعينها مع الاستمرار ان شاء الله. وبرحب بكل حبايبي، اهلا وسهلا بيكم، منوريني، ويا رب تكونوا في احسن حال. نبتدي الوصفه على بركه الله بعد ما نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. واول مكون معانا وهو الرز زي ما انت شايفه. المكون الثاني معانا وهو الكركديه. والمكون الثالث يا بنات معانا وهو لبان الذكر. ولو ما عنديش لبان ذكر اعمل ايه؟ استبدله يا روحي باي صمغ عربي. الصمغ العربي زي لبان الذكر بالظبط في الشد والنضاره ولمعان البشره ومظهر البشره الشبابي ومظهره كمان الصحي. هبتدي اخد على بركه الله معلقه او معلقتين من الرز يا بنات، الرز الابيض البلدي مش الرز البسمتي. ممكن اخد معلقتين وممكن اخد معلقه من الرز عادي. هنزل عليهم بمعلقتين من الكركديه. هاخد بعد كده نص معلقه من لبان الذكر او معلقه صغنونه من لبان الذكر او الصمغ العربي زي ما قلت لك، تحطي حجر منه او حجر ونص بمقام معلقه يعني. هناخد الـ3 مكونات الحلوين دول ونشطفهم حلو علشان الاتربه لو اي تراب فيهم ولا حاجه. هنجيب اي بطرمان عندي لغطا وانزل بالمكونات في البطرمان علشان انقعهم بقى نقعه حلوه كده. اسيبهم 24 ساعه او 48 ساعه على حسب وقتك طبعا انت، يعني كل ما يكون معدي اكتر من يوم بيبقى احلى طبعا. هغطيهم بقى بالميه بحوالي كوبايه ميه صغيره كده، تقدري تضاعفي الكميات وتزودي زي ما انت عايزه بنفس الشكل اللي انت شايفاه ده، ليكي طبعا حريه الاختيار. انا نزلت عليهم بحوالي كوبايه ميه صغيره، اقلبهم كده بس الاول، وبعد كده اغطيهم واشيلهم من 24 ساعه ل 48 ساعه. بعد كده لما اجي بقى اشوف وهلاقي طبعا الكركديه لونه طبعا فتح خالص في الميه زي ما انت شايفه كده، بس الميه بتاعته مش غامقه قوي، لان يا بنات الرز ولبن الذكر لما بتيجي تنقعيهم بيبقى لونهم ابيض زي الحليب، فهم مفتحين اللون النبيتي بتاع الكركديه. هصفي بقى كله كده طبعا، هو اتنقع خلاص كده معايا، انا قعدت 24 ساعه بس، انت تقدري تخليه يومين هيبقى خطير. زي ما انت شايفه كده انا بصفيه. برحب بكل الموجودين، وحشتوني قد الدنيا، يا رب كلكم تكونوا بخير وربنا ان شاء الله يسعد اوقاتكم دايما. صفينا المكونات كده عشان هنبتدي بقى نحضرها عشان هتترفع على النار. انا عندي هنا صابون مبشور، طبعا دي صابونه الجليسرين، انا بحبها في الحاجات دي. ليه؟ لانها رغوتها ضعيفه، تاني حاجه هاديه على البشره، يعني ما فيهاش كيميكالز خالص. تحس ان انت مهما حطيتي صابون كتير بشرتك ما بتتاثرش حتى لو انت بشرتك حساسه. فانا بنصحكم تجيبوا صابونه الجليسرين، احلى من دف واحلى من كل الكلام ده. هنقلب الصابونه فيه، تقدري تحطي معلقتين صابون، انا حاطه معلقه لان انا بحبش الرغوه كتير. تقدري انت تحطي معلقه، اعتبريني حطيت معلقتين لو انت بتحبي ان وشك يبقى مرغي كتير. قلبت معاه معلقه الصابون المبشور يا بنات، بعد كده حطيته على النار على نار هاديه قوي، ورجعت لكم عشان نبتدي ناخد معلقتين من نشا الذره وندوبهم كده مع بعض علشان عبال ما هو يغلي او يسخن او يبتدي يغلي انزل عليه بالنشا. انا هنا خدت معلقتين نشا كبار، هنزل عليهم بحوالي 3 معالق ميه بالظبط او 4 معالق ميه زي ما انت شايفه. انا طبعا عارفه المقدار اللي انا بعمله، بس انا بقول لك المقادير علشان حبايب قلبي بناتي الصغننين اللي مش عارفين المقادير. تحط 3 معالق ميه وتقلبي، لازم يبقى القوام كده زي ما انت شايفه. بصي القوام عامل ازاي، عامل زي الحليب كده. نقلبه حلو قوي يا بنات عشان اي كتل فيه تدوب مع الميه، وطبعا تقلبيها بميه بارده
طبعا انا بقول للصغننين اللي مش عارفين، عشان لو حطيتي على ميه سخنه هتكلكع منك. هنا بقى بصي انا حطيت لون، بعتذر طبعا لان انا اما حطيت اللون نسيت طبعا اصوره، ناسي خالص ان انا بصور، بحسب بعمل حاجه ليا يعني، فاعذروني. انا حطيت لون هو مش هيفيدني بحاجه، بس المظهر الجمالي بس علشان هو بالكركديه. طبعا انا حطيت نشا زي ما انتم خدتوا بالكم دلوقتي بعد ما هو ابتدى يغلي، حطيت نشا وبنقلب كده قوي علشان ما تكلكعش مني على النار او ما تكتلش، لحد ما يبقى بصي القوام بتاعه كريمي يعمل ازاي. ما تسيبوش على النار كتير قوي علشان ما يتقلش قوي ويمسك في بعضه، يعني تاني يوم انت حطاه في التلاجة كده او حطاه في الحمام تيجي تستعمليها تلاقيه جامد. لا، خليه القوام ده عشان عبال ما يجمد هيبقى برضو القوام الكريمي اللي انت شايفاه ده. بصي انا بحب اعمله ازاي، مهما جمد معايا ما بيبقاش جامد قوي، بيبقى كريمي خالص كده، بيتفرد بسهوله خالص. بصي الجمال بقى والطبيعه والمظهر الصحي ولمعان البشره والتفتيح وشد البشره، مش قادره اوصف لك انت تعملي ايه في بشرتك مع الصابونيه دي. كان في امكاني اعملها صابونه جامده، بس لا انا بحب قوي الصابون بيبقى كده، ما بحبوش اللي هو الجامد، بحبه يبقى كده بحطه على وشي او ما بقوم الصبح زي الكريم بالظبط وبشطف وشي عادي. طبعا هنا زي ما انت شايفه القوام بتاعه يهبل ويجنن، انا بحب القوام ده، معرفش انتوا يعني موافقيني على القوام ده ولا لا. اول ما تصحي الصبح زي القمر كده تخليه عندك على الستاند او على الحوض او اي حاجه، ولازم يكون متغطي طبعا، افرده على بشرتك كاني بعمل ماسك، هيفضل القوام ده معاكي على طول عشان تبقي عارفه، هيفضل كده على طول لحد ما يخلص، مش هيتقل ومش هيجمد. افرده على بشرتي كده واسيبه بتاع 7 دقايق 5 دقايق يعني، عبال ما تخلصي كل حاجه بعد كده تشطفي وشك. بصي تفردي على وشك كانك عامله ماسك، تسيبيه 10 دقايق على وشك وبعد كده تشطفيه. طول ما انت عاملاه بصابونه جليسرين زي ما انا عامله، ولا هتحسي بتحسس في وشك ولا وشك هيحرقك حتى لو انت بشرتك حساسه، ولا هتحسي بحرقان في وشك ولا حكه في وشك ولا وشك هيحرقك ولا اي حاجه، بالعكس انت هتلاقي وشك اتشد فجاه، انت هتقولي بسم الله ما شاء الله على نفسك، هتلاقي وشك اتشد وشك ابيض. بص انا ما قعدتوش على ايدي زي ما انت شفت كده، انا فردته وبوريكوا، بس انا بقول لك تسيبيه على ايدك، قال على ايدك سوري، انت سيبيه على وشك 10 دقايق يعني، اعملي النسكافيه بتاعك او اعملي الشاي بلبن بتاعك وبعد كده خش اشطفي وشك، وبعد كده قولي في الكومنتات من اول مره. وانا واثقه ان شاء الله انك هتدخلي تقولي في الكومنتات ان الوصفه طلعت تحفه، والصابونيه فتحت بشرتك وشدت بشرتك وخلت مظهرها شبابي كمان ان شاء الله باذن الله. بتمنى لكم السعاده من كل قلبي، وكل اللي بيتمنى حاجه من ربنا بتمنى من ربنا انه يحققها له ان شاء الله. لو انت جديده عندي انا جيهان، بقدم وصفات هتعجبك جدا ووصفات انت بتحتاجيها حبيبتي، تقدري تخشي على اي فيديو تنفذي اي وصفه منهم وترجعي تقولي في كومنتات الوصفه عملت معاكي ايه ورايك فيها ايه. يسعدني جدا جدا لو فضلتي معانا، طبعا لو انت حابه هتنورينا ويسعدني جدا وجودك، اعملي اشتراك وفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. وانتوا يا بنات ما تنسوش ان مرات بابا بتجيب لكم كل اللي انتوا بتحبوه وبتحتاجوه، ما تنسوش تعملوا لمرات بابي اللايك بتاعها علشان الفيديو ينتشر وكل الناس تشوفه، علشان الكل يستفيد، اللي مش عارف الوصفة يستفيد منها او اللي محتاجها يستفيد منها. بحبكم قد الدنيا، بوسات كتير، اشوفكم في فيديو جديد وانتم في احسن حال. باي باي.